السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا دكتور مازن بن مالك وزير التربية الماليزي، أقدم إلى حضرتكم معاليكم سيادتكم سموكم بخالص التهاني القلبية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. فنتعمل الحديث النبوي الذي أخرجه ابن خزيمة في صحيحه عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال: أيها الناس، قد أظلكم الله شهر عظيم، شهر مبارك، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا، من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة. أعاده الله عليكم وعلينا وعلى أمتنا الإسلامية بالخير والبركات. رمضان كريم.